والمهاجمون سيبدأون التحديات من أولها في تحدي درعمة. عليهم في هذا التحدي تجاوز هذه الحواجز عبر المرور من هذه الأبواب والعبور من خلالها للوصول لبركة الوحل والفوز في أول التحديات. إلى الأمام مع هذا اليوم الجديد. المهاجمون يقتحمون الحاجز الأول. كسر الباب الأول والماء والوحل بانتظار الجميع. باب مقفل، ابحث عن الباب المناسب يا رجل. الشباك تقطع الطريق، ولكن أين المراسل في هذه اللحظات؟ كل يوم نفس السالفة، لا هذا لين راح يفوزون ولا هذا لين راح يخسرون. لا تعور راسي، الله يرحم والديك. ألو، هلا. لا لا أبشر أبشر أبشر، الحين أصور. لا، من قال ما راح أصور؟ بصور. طيب أبشر أبشر، يلا يلا. سويتها فيني لكن معليش، شكوى لله شكوى لله. يلا نصور، جاهز؟ أعزائي المشاهدين، يوم جديد مع المهاجمين والمدافعين. يا هل ترى يدافعون عن الحصن أو راح يستحلون المهاجمين؟ خليكم معنا، وضع سوار من قلب الحصن. يلا كات، خلاص فكني فكني، بس ما أبي. لقد بدأ العمل والهجوم أيها المراسل. أبواب مغلقة وأبواب منها، الطريق سالك. هيا هيا، ليس لدينا وقت، فالتحديات في هذا الحصن ليس لها حد أو حصر. الوقوع لا يردع العزيمة، والشباك تقف في الطريق. ماذا تبحث في الشباك يا سبايدر مان؟ الماء في الطريق والكثير من الحواجز، ونحن اقتربنا من بركة الكرات. فأين الباب الأخير؟ ها، وصل المهاجمون والكل يبحث عن الكرات. خذ كرتك واظفر بفوزك. هو المراسل يلتقط هذا المهاجم ليأكله كما يبدو. أعزائي المشاهدين، معانا شو اسمه؟ سلطان هدق. سلطان هدق، جوعتني يا سلطان. والله عاد أنا غذاء المشتركين، الكل يأكل مني. وين الكل يأكل منك؟ رباح؟ أكيد. كيف نعم؟ وين الكرة؟ هذه هي. أقول لك شيء؟ قول تفضل. أنت ما راح تأكل المهاجمين؟ إن شاء الله راح. والله أقول لك شيء؟ والله بياكلك تكاشي. تكاشي بإذن الله. تكاشي. نحن جايين لك. هاي. اسمع، عندك كاتشب؟ والله تكاشي اللي بيحط عليك كاتشب وبياكلك أكل.